ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات تعليم عن بعد الانتشار المطور طلاب المستوى الرابع لمقرر مدخل الاقتصاد الاسلامي. اهلا بيكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا الحالة لهذا المقرر. وزي ما تعودنا دايما ان احنا بنأكد على صوت الشباب. سامعيني؟ صوت. صوت واضح يا شباب؟ صوت واضح يا شباب؟ سريعا مذاكرة. نعم. طبعا التأخير خارج عن ارادتنا من الموقع الرئيسي ما كانش بيفتح. تواصلنا مع الاداره وبعثوا لنا رابط او لينك بديل رابط بديل وبالفعل يعني فتح الان يعني من الحين يا دوب انه فتح. فالمشكله ما خدتش من عندنا فبنعتذر على اي حال. لكن خلينا نتدارك الجزء اللي فاتنا. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ ناكد مره ثانيه الصوت واضح؟ اكتبوا يا شباب انه واضح. ان شاء الله عز وجل ان شاء الله اللي عنده محاضره ممكن ينسحب يا شباب واللقاء يتسجل ان شاء الله. هنعمل ايه؟ يعني احنا دخلنا برابط بديل والموقع الرئيسي ما كانش بيفتح والاداره اللي بعتت لنا رابط بديل يعني نتفاهم الامور دي كلها مع بعض. على اي حال كنت بعت لكم يا شباب تكليف ذاتي ثالث كان عباره عن 10 اسئله اختيار متعدد. مش هنحل النهارده هنحل المره الجايه ان شاء الله مع بعض. فبلاش مش هنحل النهارده ان شاء الله عز وجل. المره الجايه اللقاء القادم الاسبوع القادم باذن الله نحل مع بعض. لكن خلينا النهارده نتواصل في الشرح مع بعض. وحد يفكرنا احنا وقفنا عند صفحه كام بالتحديد المره اللي فاتت في شرحنا؟ احنا طبعا اللقاء ده لينا العاشر فاضل لنا لقاءين يعني ان شاء الله. وقفنا عند صفحه كام يا شباب؟ 54 مظبوط. في ناس متابعه وكويس واحنا بالفعل وقفنا عند صفحه 54 وهنبدا نتكلم على ما يسمى بالنظام المالي في الاسلام. النظام المالي في الاسلام وفي صدر الاسلام وفي الاقتصاد الاسلامي. اول حاجه شباب احنا عايزين نعرف النظام المالي. ما هو تعريف النظام المالي في الاسلام؟ تعريف النظام المالي لاي دوله هو عباره عن مجموعه من القواعد او القوانين التي تعنى بموارد الدوله وطرق تجميعها واوجه انفاقها. يعني هو النظام اللي بيكون بيعتمد على مجموعه من القواعد بتحدد مصادر الايرادات العامه للدوله وتحديد اوجه انفاق هذه الايرادات في اطار منهج معين. اذا كنا هنتكلم على النظام المالي الاسلامي ففي اطار منهج الشريعه الاسلاميه. ليه بقى بنعمل الكلام ده؟ لتحقيق اهداف اقتصاديه واجتماعيه محدده. نعرف تاني النظام المالي. النظام المالي هو مجموعه من القوانين والقواعد التي تحددها الدوله لتحديد مصادر الايرادات العامه للدوله واوجه انفاقها في اطار منهج معين لتحقيق منهج الشريعه الاسلاميه طبعا الا وهو الشريعه الاسلاميه لتحقيق اهداف اقتصاديه او اجتماعيه محدده. واضح يا شباب التعريف؟ يبقى عندنا مصادر الايرادات وبعد ما بنجمع ايرادات تمثل ميزانيه الدوله بنبتدي ننفق منها. وبالطبع لازم نعمل توازن ما بين النفقات والايرادات. لازم نعمل توازن ما بين يا جماعه النفقات والايرادات. ليه؟ لان لو النفقات زادت عن الايرادات يحصل ايه؟ لو النفقات زادت على الايرادات يحصل ايه؟ بتكتب بيحصل عجز، بيحصل عجز في الميزانيه. واحنا مش عايزين عجز في الميزانيه. وبناء عليه يا شباب ده تعريف النظام المالي بشكل عام. بقول لك التعريف ده بيحتوي على ثلاث اشياء، مجموعه قواعد قوانين وايضا بيحتوي على كيفيه التجميع والبدايه او تحصيل الموارد والايرادات واوجه انفاق تلك الايرادات. قواعد وقوانين بتنظم ازاي نجمع الايرادات، نجمع ميزانيه الدوله منين وننفقها على ايه. هو ده محتوى التعريف. فبقول لك ان بيت مال المسؤول في صدر الاسلام كان بيمثل الجهه المسؤوله عن النظام المالي في صدر الاسلام وفي بدايه الاسلام. الجهه المسؤوله عن النظام المالي زي وزاره الماليه حاليا كده. وزاره الماليه القطاع المالي في الدوله وزاره الماليه هي المسؤوله عن النظام المالي في الوقت الحالي. لكن في صدر الاسلام كان مين المسؤول عن الكلام ده يا شباب؟ بيت مال المسلمين. بيت مال مين؟ بيت مال المسلمين. يعتبر بيت مال المسلمين بالنسبه للدوله الاسلاميه الجهه والمكان المخصص لحفظ اموال المسلمين. وبناء عليه عشان نحقق الاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه بتاع النظام المالي ده بيعتمد بيت مال المسلمين او السياسه الماليه بقى في الحاله هي اللي ينفع بتحقيق اهداف النظام المالي. زي ازعاج هحاول اشوف الازعاج دوت ونحاول نحل مشكلته. ثواني. طيب يا شباب دلوقتي الصوت واضح. انا طفيت المكيف. ربما يكون صوت
كويس. ها كده الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ لا ما تجاوب سريعا بقى، الصوت واضح؟ طيب تمام، نكمل مع بعض بقى يا شباب. فالمهم ان بيت مال المسلمين هو الجهه المنوطه بتحقيق اهداف السياسه او النظام المالي، تحقيق اهداف السياسه الماليه، وبناء عليه بتصبح السياسه الماليه بجانب السياسه النقديه هي اللي بتوجه الاقتصاد من وسائل معالجه بعض المشكلات الاقتصاديه زي التضخم والبطاله وارتفاع الاسعار وغيرها من المشاكل الاقتصاديه، وقد تكون مشاكل اقتصاديه اجتماعيه في نفس الوقت. يبقى اذا لو هنعرف السياسه الماليه اللي هي مسؤوله عن تنفيذ اهداف النظام المالي. السياسه الماليه يا جماعه هي عباره عن ان الدوله بتستخدم الايرادات والنفقات وفق منهج معين اللي هو منهج الشريعه الاسلاميه لتحقيق اهداف اقتصاديه واجتماعية محددة. وتعتبر الإيرادات العامة والنفقات العامة هما جناحي وركن السياسة المالية، يعني السياسة المالية لها جانبين كده أو لها قسمين أو لها جناحين، هما إلى الإيرادات العامة والنفقات العامة، ولازم يبقى في توازن بين الاثنين. ينفع ان في طائر يطير بجناح واحد ولا لازم يكون في جناحين عشان التوازن؟ احنا عايزين التوازن، عايزين الايرادات تكون متوازنه مع النفقات بحيث النفقات ما تزيدش على الايرادات، لان النفقات زادت يا شباب يحصل ايه؟ يحصل عجز في الميزانيه. وبيت مال المسلمين عموما كان بيتقسم لعده اقسام او لاربع اقسام تحديدا، وهو كان بيت مال المسلمين مسؤول عن النظام المالي والسياسه الماليه في صدر الاسلام. وبعدين بقى يا جماعه الصوت يا جماعه من عندكم غالبا بقى، يعني لو في مشكله في الصوت، الصوت اللي عندكم لان زمان بيكتبوا الصوت واضح. على اي حال بيت مال المسلمين يا شباب، بيت مال المسلمين بينقسم لاربع اقسام او اربع ادارات. اول قسم من الاقسام دي او اول اداره من الادارات دي اسمها بيت مال الزكاه او اداره اموال الزكاه. اداره اموال الزكاه او بيت مال الزكاه ويشمل جميع اموال التي تجب فيها الزكاه. يبقى زكاه اموال، زكاة مثلا ذهب، زكاة فضة، زكاة زروع، زكاة صنار، زكاة تجارة، زكاة فطر، زكاة أنعام، كل أنواع الزكاة تدخل في القسم دوت اللي هو إدارة أموال الزكاة أو بيت مال الزكاة. أيضا القسم الثاني أو الإدارة الثانية اسمها بيت أموال الخمس أو إدارة أموال الخمس أو الأخماس، ويشمل خمس الغنائم وخمس المعادن وخمس المستخرج من البحار وإلى آخره. وهنعرف الكلام ده بالتفصيل بعد كده، الغنائم هي إيه والكلام ده. ده كان القسم الثاني او الاداره الثانيه هي بيت اموال الاخماس او الخمس، او بيسموها اداره اموال الخمس، اداره اموال الخمس. الاداره الثالثه او القسم الثالث بيسموه اداره اموال الفيء او بيت مال الفيء. يا ترى هو ايه الفيء؟ هنعرف بعد شويه. واداره اموال الفيء بيضم بقى الفيء والخراج والجزيه والعشور وليست العثور. العشور بالشين والعشور على غير المسلمين والضرائب اذا وجدت. يبقى اذا يا جماعه عندك المكتوب العشور، لا مش هي العشور، العشور العشور بالشين. ثم اخيرا القسم الرابع والاخير لبيت مال المسلمين الا وهو بيت مال الضرائع. بيت مال ايه يا جماعه؟ الضرائع. وهذا يحتوي على كل ما لا يعرف له مالك او وارث، كل ما لا يعرف له مالك او وارث يدخل في بيت مال ايه؟ بيت مال او اداره اموال الضرائع. قسم مسؤول عن الحاجه اللي ضايعه مش لاقي لها صاحب، النقطه اللي غيرها يدخل هناك. ارض مش عارفين لها مالك ولا وارث تدخل في بيت مال الضوائع او اداره اموال الضوائع في قسم اموال الضوائع في بيت مال المسلمين. وكل قسم من الاقسام دي يا جماعه كان ليه الموارد الخاصه به وليه مصادر مستقله وليه اداره مستقله، وكان ممكن يكون في فروع لبيت مال المسلمين الادارات في مناطق اخرى. تيجي بقى نتكلم على موارد بيت مال المسلمين او الايرادات العامه للدوله الاسلاميه، يعني هنتكلم على جانبي السياسه الماليه، جناحي السياسه الماليه. كان نطلع نتكلم شباب اكتبوا تعليقات مرتبطه باللي بنشرحه، اكتبوا حاجه تبين ان انتم متواصلين وان انتم الامور ماشيه معاكم يعني. طبعا واضح ان العدد قليل يمكن سبب مشكله البرنامج ولا حاجه، ولا يمكن عشان البرنامج عمال شفنا حل للدخول ناس كتيره يمكن خرجت ولا حاجه، لكن على اي حال اللقاء بيتسجل ومفيش مشكله عند اي حد يعني ان شاء الله. يا ترى ايه بقى احنا بنقول السياسه الماليه يا شباب؟ بنقول السياسه الماليه معروف ان البرنامج ده اللي فيه مشكله، مفيش مشكله يعني اللقاء بيتسجل يا شباب ما تقلقوش.
بنقول ان السياسه الماليه ليها جانبين او جناحين كده، يعني ليها جانبين او قسمين، في ايرادات عاليه وفي نفقات عاليه، فلوس نجمعها وبعد كده نصرفها، بتاخد مرتبك وبعد كده تصرفه، ونفس القصه. فعندنا موارد بيتنا المسلمين او الايرادات العامه للدوله الاسلاميه خصوصا في صدر الاسلام بتحتوي على عديد من المصادر، واهم هذه المصادر واول مصدر الشباب هو ركن الاركان الاسلام، هو ركن الثالث من اركان الاسلام، وهو حاجه مهمه جدا مفيش اختبار بياخد منها، الا وهي الزكاه. الزكاه تعتبر مصدر اصلي واساسي من مصادر الايرادات العامه للدوله في صدر الاسلام، ومن موارد بيت مال المسلمين، يعتبر سواء بقى زكاه نقود، زكاه تجاره، زكاه بقى تبدا العام، دروع صناعه، زكاه فطر، اللي كل ده بيدخل في الايه؟ في بيت مال الزكاه او المورد المهم جدا الا وهو الزكاه. المورد الثاني يا شباب ده مورد اصلي، زكاه مورد اصلي ولا استثنائي؟ مورد اصلي من موارد السياسه الماليه. المورد الثاني موارد ايرادات العامه للدوله في صدر الاسلام الفيء والغنيمه. الفيء والغنيمه والاثنين عكس بعض الحقيقه، لازم تعرف الفيء هو ايه والغنيمه هو ايه، قلنا الاثنين عكس بعض. فلو قلنا ان الفيء عباره عن ايه في تعريف؟ هو كل ما يحصل عليه المسلمون او ما ياخذه المسلمون من غيرهم، من غير المسلمين يعني من الكفار، صلحا من غير قتال. هو ما يحصل عليه المسلمون من الكفار او من المشركين صلحا دون قتال ودون غزو ودون حرب، يعني بالصلح وبالتراضي كده. وده زي ايه بقى؟ زي حاجات كتير، زي الخراج والجزيه والعشور، ويعتبر في يعني موردا عاما يكون للرسول ولولي الامر من بعده حق التصرف بما يخدم مصلحه عامه المسلمين. الغنيمه عكس الفيء، الغنيمه عكس الفيء بتعريفها، الغنيمه هي كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار او من المشركين بعد قتال وبعد حرب وبعد غزو. الغنيمه يا شباب كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بعد قتال او بعد غزو او بعد حرب او بالغلبه والقهر يعني، وبناء عليه توزع اموال الغنيمه من غير الارض، يعني الحاجات اللي غير الارض توزع على المقاتلين، بياخدوا اربع اخماس والخمس بيروح لبيت مال المسلمين، يعني الغنائم دي بتتقسم خمس اخماس، الخمس منها يدخل لبيت مال المسلمين بامر ربنا سبحانه وتعالى، والاربع اخماس بتتوزع على الفاتحين اللي شاركوا في الغزوه او في الحرب. عرفنا الفرق بين الفيء والغنيمه. ثالث مصدر من مصادر الايرادات العامه من السياسه الماليه في نظام المالي الاسلامي الشباب هي الجيزيه. الجيزيه هي مشتقه من الجزاء، وهي مبلغ من المال يفرض على من دخل في ذمه المسلمين وعاهدهم. زي مين بقى؟ الجيزيه بتفرض على مين يا شباب؟ بتفرض على اهل الذمه او الذميين او اهل الكتاب. مين هم اهل الذمه او الذميين او اهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لو عايشين في بلاد المسلمين فربنا فرض عليهم الجيزيه، والجيزيه هي مبلغ مالي بيفرض على غير المسلمين من اليهود والنصارى، من الذميين اللي هم اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، وده بيان لعزه المسلمين وقوتهم وصغار الكافرين او صغار اليهود والنصارى في هذا الشكل. رابعا الخراج. الخراج طبعا مقابل حمايتهم والحفاظ على اموالهم وممتلكاتهم والكلام ده، فبيدفعوا الجزيه طالما ان هم اراضي يعيشوا في بلاد المسلمين. رابعا الخراج. الخراج هو مصدر من مصادر الايرادات العامه في النظام المالي في السياسه الماليه في الاقتصاد الاسلامي او في الصدر الاسلامي. الخراج هو عباره عن ايه يا جماعه؟ الخراج هو فريضه ماليه تفرض على الاراضي الزراعيه مقابل الانتفاع بها. فريضه تفرضها الدوله على الاراضي الزراعيه مقابل حق الانتفاع بها. دايما المسلمين لما كانوا بينتصروا في غزو او حرب فكانوا بيحصلوا على الاراضي، ولكن عمر بن الخطاب لما استشار اصحابه قال لهم ايه رايكم نسيب الاراضي في ايدينا اصحابها اللي ما رضوش يدخلوا في الاسلام ونفرض عليهم ما يسمى بالخراج. والخراج هو ما يفرض على الاراضي الزراعيه اللي على التجاره، على الاراضي الزراعيه مقابل حق الانتفاع، مقابل ان هم ينتفعوا بيها. الامور واضحه زي كده يا شباب؟ احنا ندخل على صفحه 56، الامور واضحه ولا مش واضحه؟ لا، هو بيفرض على الاراضي الزراعيه، يعني هو قد يكون حاجات عينيه او نقديه، قد يكون اموال او جزء من المحصول، قد يكون اموال او جزء ايه من المحصول. خامسا يا شباب من مصادر الايرادات العامه للدوله الا وهو لا الخراج بيفرض على غير المسلمين ممن لم يريد ان يدخل في الاسلام، لكن يسيب له الارض بتاعته يزرعها وياكل منها واسرته وكل حاجه، لكن مقابل كده طالما ما رضيتش تدخل في الاسلام فلازم تدفع الخراج. الخراج وهو فريضه ماليه او يعني جزء من المحصول او جزء نقدي اموال بنفرض عليك مقابل ان احنا نسيب الارض تنتفع بيها وتعيش فيها تاكل وتشرب منها. فهو جزء قد يكون مالي او عيني من المحصول، او
جزء مجدي وجزء عائلي من المحصول. واضح شباب؟ ننتقل الى صفحة 56 وبنتكلم فيها على العشور. العشور هو مصدر اصلي برضه من مصادر الايرادات العامة للسياسة المالية في النظام المالي الاسلامي. العشور بيمثل يعني زي رسوم الجمركية في الوقت الحالي. زي رسوم الجمركية في ايه يا جماعة في الوقت الحالي. هو عبارة عن برضه عبارة عن ما تحصل عليه الدولة من التجار الذي يمرون بثغور الاسلام او بمرور صغار الاسلام بتجارتهم، يعني الناس اللي غير المسلمين اللي جايين يتاجروا في او التجار اللي جايين يتاجروا في بلاد المسلمين يعني. وكان ياخذ من اهل الحرب او اهل الكفار يعني، كان بياخذ منهم العشر، ومن اهل الذمه والذميين يؤخذ منهم نصف العشر، اما المسلمين فياخذ منهم من كل 40 درهم درهم، من كل 40 درهم او ربع العشر، يعني زي موضوع الزكاه الاموال كده. وبناء عليه دي العشور. والعشور هو مصدر اصلي ولا استثنائي؟ مصدر اصلي من مصادر الايرادات العامه للسياسه الماليه في النظام المالي الاسلامي. بعد كده بنتكلم على مصادر بقى، هنقول ان هي مصادر ليست اصليه ولكنها استثنائيه. المصادر اللي قبل كده ليها اصل في الشريعه، في القران، في السنه، مع الصحابه والكلام ده. لكن المصدرين الجايين دول يا شباب هي مصادر بقى ليست اصليه. ليه؟ لان ما لهاش اصل في الشريعه. هم مصدرين نتكلم عليهم ليسوا اصليين، وانما هو استثنائيين في نظام الاقتصاد الاسلامي، بينما هم مصادر اصليه في النظام الغربي، في الاقتصاد الغربي راس المالي الشيوعي او الاشتراكي، هم مصادر اصليه زي الضرائب والقروض العامه، هي مصادر اصليه في النظام الوضعي او النظام الغربي، الاقتصاد الغربي. لكن عندنا في النظام الاقتصادي الاسلامي المفروض ان المصادر دي اصليه ولا استثنائيه يا شباب؟ الضرائب والقروض العامه هل ليها اصل في الشريعه ولا ليس لها اصل في الشريعه؟ هل يجوز فرضها ولا لا يجوز فرضها؟ هي استثنائيه وليست اصليه، استثنائيه وليست اصليه في الاقتصاد الاسلامي. بينما في الاقتصاد الغربي فهي اصليه. ليه بقى؟ لان ما لهاش اصل في الشريعه الاسلاميه، لما نتكلم عن الاقتصاد الاسلامي وهو بيعتمد على الشريعه الاسلاميه كمرجعيه رئيسيه، لا في اصل للقروض، لان تعتمد على الربا، والربا حرام والاسلام حرم الربا، وبالتالي القروض المفروض ما تكونش موجوده باي فائده، سواء بسيطه ولا مركبه ولا كبيره ولا صغيره. ايضا الضرائب ما لهاش اصل ايضا في الشريعه، لان احنا عندنا الزكاه مش عندنا ضرائب المفروض يعني. بس هل يجوز لولي الامر ان يلجا الى الضرائب او القروض العامه؟ هل يجوز لولي الامر ان يلجا الى الضرائب او القروض العامه؟ يجوز ولا لا يجوز يا ترى؟ طبعا العلماء والفقهاء قالوا انه ها لا يجوز، بعض العلماء قال لك لا يجوز لان ما لهاش اصل في الشريعه. والبعض اللي قالوا ان هي بتجوز بس بشروط، يجوز فرض ولي الامر فرض الضرائب او القروض او اللجوء للقروض العامه بشروط. يبقى يا جماعه العلماء في قسم قال لك لا يجوز لانها مخالفه للشريعه الاسلاميه ولا يوجد لها اصول في الشريعه الاسلاميه والربا حرام بالنسبه للقروض. وبعض العلماء والفقهاء التانيين قالوا تجوز بشروط. يا ترى ايه الشروط بقى يا جماعه؟ الشروط اول حاجه اذا عجزت موارد بيت مال المسلمين الاصليه اللي قلنا عليها قبل كده، الزكاه والفي والغنيمه والعشور والى اخره من الحاجات اللي قلناها، لو عجزت عن الوفاء بالاحتياجات الاساسيه للمسلمين، في عجز، في ضروره، في حاجات مش عارفين نعملها، وموارد بيت مال المسلمين الاصليه والاساسيه عجزت عن الوفاء بيها وما كفتش، ساعتها ممكن نلجا للضرائب، او ولي الامر يلجا لفرض الضرائب، او يلجا للحصول على قروض عامه. ايضا ده مش شرط واحد، ده في شروط ثانيه. الشرط الثاني يا شباب أن تتصف أو تتسم بالعدل في مجداراها ولو عار ترد بيتها. بنتكلم على الضرايب. يعني إيه؟ يعني أنت يا ولي الأمر لما تفرض ضريبة ما تخليش الفقير يدفع زي الجنب، ها؟ والمتوسط يدفع زي الفقير والجنب، لا. نعملها شرائح كده، ممكن في طبعا من الفقراء نقول لهم إيه؟ الفقراء نقول لهم لا أنتم معفيين من الضرايب مثلا. وفي طبعا تانية نقول لهم لا تدفعوا ضرايب بنسبة بسيطة، في طبعا تانية غني يدفع ضرايب أكتر، وهكذا. لازم يبقى في عدالة في فرض الضريبة، ما نخليش من الناس. وضع الماء عشان يبقى في عدالة. مراعاة لمستوى المعيشة لكل فرد في المجتمع. الشرط الثالث يا جماعة مش تفرض كده بعشوائية، لا تفرض بقدر الضرورة وبقدر الحاجة. دول الثلاث شروط الأساسية للجوء للضرائب كمصدر من مصادر الإيرادات العامة في ظل النظام المالي الإسلامي. ليه بقى؟ لأنها مصادر استثنائية وليست أصلية، الضرائب والقروض العامة. هل يجوز فرضها؟ في كتير من العلماء قال لك لا يجوز لانها مخالفه للشريعه الاسلاميه، والبعض قال يجوز بشروط. ايه هي الشروط الثلاثه اللي قلناهم ده من شويه شباب؟ ان يكون هناك عجز مربك من المسلمين ولا تكفي، يعني ان تتسم بالعدل في مقدره لا يعلم وترك بدايتها، ان تفرض بقدر الحاجه وبقدر الضروره، وطبعا للحاكم صلاحيات معينه لتنظيمها بما يحقق الهدف المصلحه العامه
المسلمين وأفراد المجتمع جميعا. مثل القروض، القروض لا ينطبق على القروض ينطبق أو ما ينطبق على الضرائب ينطبق على القروض. القروض هل هي مصدر أصلي ولا استثنائي؟ هل القروض هي مصدر أصلي ولا استثنائي زي الضرائب؟ استثنائي زي الضرائب بالضبط كده. أيضا متى يلجأ إليها؟ يلجأ إليها بنفس الشروط الصرف. فعندما تعجز الدولة عن تغطية النفقات الأخرى فلا أن تقترض، وهناك ضوابط للاقتراض ومن أبرزها برضه نفس الشروط اللي قلناها، عجزت ممارسة المسلمين وجود حاجة حقيقية ملحة للاقتراض وعدم الزيادة على قدر ما يشد الحاجة، وأن يلجأ إلى القروض الحسنة أولا أو القروض ذات الفوائد البسيطة ثانيا وهكذا، لأن ما لهاش أصل في الشريعة شباب هي مصادر استثنائية. طيب بعد ما بدلنا المصادر دي يا شباب، يا ترى بقى عايزين النظام المالي الاسلامي ده عايز يعمل ايه؟ يا ترى ليه اهداف النظام المالي الاسلامي؟ هل في اهداف عايز يحققها النظام المالي في الاقتصاد الاسلامي؟ هل في اهداف عايز يحققها؟ وهي ايه الاهداف دي يا شباب؟ طبعا لو عنده محاضره ثانيه ممكن يستاذن او ينسحب، مش لازم يستاذن ولا حاجه، ينسحب ويروح لمحاضرته الثانيه واللقاء بيتسجل يا شباب، فاحنا كده كده يعني بنخلص في الفصل الدراسي بالتوفيق ان شاء الله للجميع، على اساس ان اللقاءين الجايين ان شاء الله لو فضل لنا حاجه ما شرحناهاش هنكملها شرح، وهنعمل مراجعة بقى ندربكم ازاي نكون اسئلة صح او غلط او اختيار متعدد، ونحاول ننوع في الاسئلة على المكرر كله كده على الموضوعات المختلفة بتاع المكرر كله ان شاء الله في الاسبوع القادم. ربنا يسهل في البرنامج اللي بيتعبنا ده. هدف النظام المالي عايز يعمل ايه بقى النظام المالي يا جماعة؟ مين مجمع الايرادات ده وعايز يعمل ايه؟ يمكن حصر اهداف النظام المالي في الدولة الاسلامية في ثلاث اهداف رئيسية يا جماعة. اول حاجة حراسة الدين وحماية القيم، نحافظ على الدين ونحمي القيم ونحمي الوطن ونحمي المجتمع. ثانيا حسن استغلال وتخصيص الموارد والطاقات، الطاقات نستخدمها استخدام كويس واستخدام رشيد واستخدام امثل، بحيث كل حاجة توضع في موضعها الصحيح في موضعها الصحيح. حسن توزيع الثروات والدخول بين الافراد بحيث ما نعملش فجوة او ان نخلي الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، لا، اللي عايزين الناس كلها تعيش مستوى حياة معيشي او مستوى معيشي مناسب، او نقلل الفجوه في توزيع دخول الثروات بين افراد المجتمع، وبناء عليه الكل يعيش حياه كريمه برضا وبصفاء نفسي. يعني نقدر نتكلم على احنا جمعنا الايرادات سواء ايرادات من مصادر اصليه او مصادر استثنائيه زي الضرائب والقروض العامه اذا انطبقت عليها الشروط. يا ترى بقى الايرادات دي نديها فين؟ هنبتدي نصرف منها، انت مش بتاخد مرتبك وانت بتاخد مرتبك او دخلك الشهري بتعمل فيه ايه؟ بتبتدي تقول والله اصرفه عليه، انت بتشوف الاولويات بتاعتك هتنفق على ايه؟ رقم واحد اولويات اهم في المهم في الاقل اهميه، واضح شباب؟ بتحاول تعمل توازن ان نفقاتك ومصاريفك ما تزيدش عن الدخل بتاعك، هي دي نفس القصه بالنسبه للدوله في النظام المالي والسياسه الماليه. النفقات على اي حال يا شباب هي الجناح الثاني للسياسه الماليه، وهي الركن الثاني للسياسه الماليه، ايرادات عامه ونفقات عامه، جانبين ايرادات عامه ونفقات عامه. ولازم يبقى في توازن بينهم. النفقات العامه يا شباب بنقسمها لنوعين من النفقات. يمكن تقسيم النفقات العامه او تقسيم مجالات النفقات العامه في السياسه الماليه النظام المالي الاسلامي الى قسمين. يا ترى النفقات ايه هم القسمين؟ الاثنين عكس بعض الحقيقه، وشرحهم زي اسمهم. شرحهم زي اسمهم. وحاجات سهله بسيطه، يعني هنقول النفقات العامه بنقسمها لحاجتين، في نفقات مخصصه وفي نفقات غير مخصصه. في نفقات مخصصه وفي نفقات غير مخصصه، والاثنين عكس بعض في التعريف. يعني ايه عكس بعض في التعريف؟ لو خدنا مثلا النفقات المخصصه وامثله عليها الاول. النفقات المخصصه هي ايه يا شباب؟ الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ النفقات المخصصه زي ايه يا شباب؟ تعريفها الاول، خلينا نقول تعريفها عشان نعرف الفرق بين تعريفها وتعريف النفقات الغير مخصصه. النفقات المخصصه هي تلك النفقات التي لا يجوز للدوله او لولي الامر التصرف فيها الا في حدود المصارف التي حددها الشارع الحكيم، مثل الزكاه والوقف، زي اموال الزكاه والوقف. ومين فرض الزكاه؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب مين اللي قال؟ مين اصحاب الحقوق في الزكاه؟ مين اللي ياخدوها بعد ما يجمعها؟ ربنا اللي حددهم في الايه الكريمه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمالكه قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الى اخر الايه. هم ثمانيه اصحاب الحقوق في الزكاه. مين قال الثمانيه دول ياخدوا الزكاه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حددهم. فدي نفقات مخصصة ما اقدرش احيد عنها، ما اقدرش اعمل حاجة بمزاجي، لا، لازم اتبع اللي ربنا قال عنها. ثانيا الوقف، كذلك الوقف برضه من النفقات المخصصة، النفقات المخصصة تعتبر زي الزكاة والوقف يا جماعة، ودي مهمة جدا. الزكاة عرفناها، الوقف بقى هو ايه؟
الوقف هو حبس المال عن التداول لإنفاقه في الخير، أو حبس المال وتوجيهه إلى الخير، حبس المال في مجال معين وتوجيهه إلى الخير، أو إنفاقه في الخير في مجال معين. يعني حسب الوصي ما بيقول في وصيته، يفترض مثلا الوصي قال قطعة الأرض دي يا جماعة بعد ما تلفى مثلا يعملوها مستشفى لمعالجة الفقراء بالمجان، مستشفى لمعالجة الفقراء بالمجان، الراجل قال في وصيته كده وأصبحت وقفة. طب هل ينفع نعمل المكان ده مدرسة أو مسجد بدل المستشفى؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هل ينفع نغير في الوصية بتاع الراجل ونعمل اللي احنا عايزينه؟ ولا لازم تتعامل زي ما الوصي قال؟ لا لازم تستعمل زي الوصي قال، لذلك هي نفقات مخصصة ما ينفعش أغير فيها، يبقى زي الزكاة وأموال الوقف هي نفقات إيه غير مخصصة. طب النفقات غير مخصصة لو استثنينا الزكاة والوقف كل المصادر الأخرى هي نفقات غير مخصصة. طب تعريفها هو يا شباب هي عكس النفقات المخصصة، نشوف التعريف كده. هي تلك النفقات التي لم يحدد الشارع الحكيم لمصادرها أو مصادرها، وليست لها مصارف محددة من الصفة فيه ما لا، بل ترك لولي الأمر أو الدولة نيابة على المجتمع بمساعدة أهل الشورى من المسلمين من أهل الرأي والحكمة والخبرة تنزيل وترتيب أول إنفاق لما يحقق المصالح العامة للمسلمين. زي ايه يا ترى بقى؟ زي ايه المصادر الثانية دي؟ هل من الزكاة؟ لا، الزكاة نفقات مخصصة. هل من الوقف؟ لا، الوقف نفقات مخصصة. استبعد الزكاة الوقف تعتبر نفقات مخصصة، والباقي بقى كله بيندرج تحت النفقات اللي غير مخصصة. زي ايه يا شباب؟ زي الخراج من العشور وأموال الفيء والضرايب وإيرادات ملكية الدولة والغنيمة والقرايض والضرائب والقروض العامة إذا وجدت يعني بشروطها وهكذا. طب ننفق منها على ايه بقى؟ الحاجات دي ننفق منها على ايه؟ ناخدها نستخدمها في ايه؟ من أمثلة النفقات الغير مخصصة، الحاجات دي مهمة جدا يا شباب، من أمثلة النفقات الغير مخصصة زي ما نقدر نقول في ثلاث مجالات. من أمثلة النفقات المخصصة توفير الأمن الداخلي والخارجي والدفاع عن العقيدة. إزاي؟ من خلال تحقيق القوة والعزة بقى للمسلمين في الاقتصاد الإسلامي وغيرها من الأمور اللي ممكن بقى بناء المساجد وإنشاء أجهزة الحسبة والطرق والكباري وغيرها من مصالح المسلمين اللي بننفق منها، تكون جيش قوي مسلح، شرطه قويه، قضاء قوي، مساجد، دور عباده، مستشفيات الى اخره. ايضا بننفق من النفقات الغير مخصصه على ايه تاني؟ من امثله النفقات الغير مخصصه في المجالات الاقتصاديه بقى، ان احنا نعمل مشاريع بقى على اختلافها، مشاريع زراعيه، مشاريع صناعيه، مشاريع تجاريه، مشاريع خدميه، مشاريع تجاري ربح للدوله وتدخل في ميزانيه الدوله وتحقق مصالح المسلمين وتحقق ارباح وغيرها والى اخره. ايضا من اوجه النفقات الغير مخصصه بتكون في المجالات الاجتماعيه كمان. الامور واضحه كده؟ الامور واضحه يا شباب اللي موجودين معانا في اللقاء؟ الامور واضحه والامور ماشيه؟ واضح. طيب من امثله او من اوجه النفقات الغير مخصصه في المجالات الاجتماعيه توفير المستوى المعيشي المناسب للفئات الغير قادره، بقى نعمل لك ضمان اجتماعي، اعاله بطاله، معاش بعد التقاعد، دعم مالي، مساعدة ذوي الاحتياجات وغيرها، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمعاهد والمؤسسات التدريبية اللي بيحتاجها الناس لتنمية مهاراتهم والمحافظة على صحة أجسامهم وثقافتهم وغيره وغيره من الكلام اللي كله ده. طيب لو فرض إن أنت وزير أو أنت وزيرة مسؤولة عن وزارة معينة، هل مش كل وزارة لها ميزانية؟ هل الميزانية دي أنت بتاخدها تحطها في جيبك وخلاص؟ يعني بتقول الفلوس دي بتاعتي ولا الفلوس دي بتاع مين اصلا؟ بتاع الدوله، بتاع المجتمع، بتاع الناس كلها. هل انت بقى تعمل فيها اللي انت عايزه ولا لا في ضوابط بتحكمك؟ في ضوابط بتحكمك ولا لا؟ في ضوابط بتحكمك. يبقى اذا ايه ضوابط النفقات العامه؟ انت لو مسؤول عن نفقات عامه سواء نفقات مخصصه او غير مخصصه، احنا خدنا العلم من النفقات العامه نفقات مخصصه او نفقات غير مخصصه، سواء كنت مسؤول عن نفقات مخصصه او نفقات غير مخصصه، يا ترى تعمل زي اللي انت عايزه ولا في ضوابط بتتحرك من خلالها؟ لا، في ضوابط بتتحرك من خلالها وفي ضوابط في رقابه عليها. ايه الضوابط دي بقى يا شباب؟ الضوابط هم ثلاث ضوابط طبعا، اجمالا هم ثلاث ضوابط، ضابط تحقيق العدل والرشد، العدل والرشد، ضابط تحقيق المصلحه، ضابط الرقابه. كم ضابط يا شباب؟ كم ضابط؟ كم ضابط؟ ثلاث ضوابط، تحقيق العدل والرشد، تحقيق المصلحه، الرقابه. يعني ايه العدل والرشد؟ يعني انت لو مسؤول عن اموال الدوله لازم يكون عندك عدل في التصرف فيها ورشد في استخدام هذه الاموال
لا تشرف ولا تبذر ولا الكلام ده، وتحط كل حاجه في موضعها، وما تحديش ناس على حساب حد يعني قرايبك على حساب ناس تانيين، او في اتحادي الأغنياء على حساب الفقراء، لا لازم يبقى في عداله في التصرفات. الضابط الثاني هو تحقيق المصلحه. تحقيق المصلحه بقى لجميع افراد المجتمع وجميع افراد عامه المسلمين بما يحقق مصلحه المجتمع، بما يحقق مصلحه حي المجتمع. الضابط الثالث يا شباب الا هو الرقابه. الا هو ايه؟ الرقابه. والرقابة الحقيقة المفروض ان يكون في رقابة ذاتية من بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. طب لو طلع الفرد ده فاسد وضميره تعبان، نسيبه بقى يعمل اللي عايزه في الاموال العامة بتاع الدولة دي، سواء زكاة ولا نفقات مخصصة ولا غير مخصصة، هو مسؤول عنها، نسيبه يعمل، ولا نحط له رقابة بشرية بقى؟ لا، نحط له رقابة بشرية كمان علشان الامور تستقيم، وما يلمنا على الفساد والرشوة والمحسوبية والكلام السيء ده كله. طيب دي ضوابط النفقات العامة. النظام النقدي الإسلامي يا جماعة، وتحديدا أهداف الأولية للنظام النقدي الإسلامي، الحقيقة يعني ممكن يعني هاخد رأيك في حاجة، أنا الحقيقة ممكن أخلص في 10 دقايق، لأن أنا هنتوقف عند صفحة 63 لغاية نص صفحة 63 كده، والباقي هنلغيه يا شباب. يعني لو عايزين نكمل بقى 10 دقايق اللي فاضلين منها ونخلص المقرر بتاعنا، لان احنا هيبقى معانا لغاية المحاضرة رقم 25، يعني من المحاضرات رقم 26 اللي هي من صفحة 63 للمحاضرة 26 بتبدأ من 26 لغاية الاخر هنلغيه تسهيلا عليكم عشان الاختبارات قربت والكلام ده كله يا شباب. فاحنا ممكن يكون معانا 10 دقايق ونخلص المقرر شرح، بحيث اللقاءين الجايين ان شاء الله عز وجل يكونوا مراجعة، يكون ايه؟ مراجعة. فممكن نكمل يا شباب العشر دقايق دول ونخلص المقرر بتاعنا، والمره الجايه ان شاء الله واللي بعديها تكون مراجعه نهائيه. ها؟ طيب الله يكرمكم، نكمل بقى. وده مصلحه على فكره ليكم، مصلحه كبيره، لان انا لغيت اهوت، لغيت اخر خمس محاضرات اللي هم من 26 لغايه 30، 26 27 28 29 30، المحاضرات دي ملغيه، اللي هي من منتصف صفحه 63 والى نهايه الايه؟ الورق. من صفحه من منتصف صفحه 63 لغايه صفحة 77 بعد كده ملغي، من منتصف صفحة 63، مش 63 كلها ملغية، لا، من منتصف صفحة 63. نكمل بقى مع بعض؟ نكمل. يا ترى ايه شباب النظام النقدي الإسلامي وتحديد الأهداف الأولية للنظام النقدي الإسلامي؟ احنا خدنا النظام المالي، ايه النظام النقدي بقى؟ النظام النقدي يا شباب مش هنتكلم فيه كتير الحقيقة، لكن خلينا اللي بيهمنا أكتر في الموضوع دوت، طبعا في القطاع المصرفي، في بقى مؤسسة النقد العربي أو البنك المركزي والبنوك التجاريه والقطاع المالي كله هو المسؤول عن النظام النقدي. لكن ايه الاهداف يا ترى؟ ايه اهم الاهداف الاوليه للنظام النقدي الاسلامي؟ ايه اهم الاهداف الاوليه للنظام النقدي الاسلامي؟ الاهداف الاوليه للنظام النقدي الاسلامي هي اربع اهداف يا شباب، هي اربع اهداف ويهمني كرؤوس اقلام تكونوا عارفينهم. ما هي اهداف النظام المالي؟ الاهداف الاوليه هي ايه بقى؟ صفحه 58 احنا دلوقتي شباب تحت خمسه اهي. أهم الأهداف الأولية للنظام النقدي الإسلامي، الأهداف الأولية للنظام النقدي الإيه؟ الإسلامي. أول هدف إن إحنا عايزين نساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، النظام النقدي الإسلامي عايز يعمل إيه؟ عايز يحقق تنمية اقتصادية، يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. ثاني حاجة يساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، التنمية الاقتصادية تحقيق عدالة، أيضاً يساهم في تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية، العملة بتاعتي تبقى قوية مش مستقرة. ها؟ رقم أربعة والهدف الأول الأخير للنظام النقدي الإسلامي تحقيق التخصيص الأمثل للفوائد المالية، يعني استخدام أمثل للفوائد المالية اللي بتفيد في الميزانية لازم نستخدمها استخدام أمثل. ها؟ وطبعا بعد كده بيشرح لك كل هدف بالتفصيل إزاي نحققه، اللي هو الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية إزاي نعمله. يعني يا ريت تقروا بقى كل هدف من الأهداف الأربعة دول يا شباب، تقروه كده بالاطلاع، يعني ممكن يعني مش هسألك فيه كتير، لكن الأهداف الرئيسية دي تهمني، الأهداف الرئيسية دي ورؤوس الأقلام الأربعة دول يهمني جدا، لكن كل هدف منهم إزاي يتحقق؟ يعني نسيبه للاطلاع كده وإيه؟ وزيادة معلومات بالنسبة لكم، اللي هو الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية أولاً، كيف يتحقق الهدف الأولاني؟ أكيد بأساليب معينة مكتوبة بعديها، الإنتاج مش عارف إيه، النظام النقدي إيه، النظام النقدي يسهم في تحقيق التنمية إزاي؟ بعد كده الهدف الثاني يا شباب وإزاي نحققه؟ اللي هو الاسهام في تحقيق، احنا في صفحه 59 يا شباب. الهدف الثاني هو ايه بقى يا جماعه؟ الهدف الثاني الاسهام في تحقيق العداله الاقتصاديه والاجتماعيه.
الهدف الثاني هو تحقيق الايه؟ العداله. ازاي نحقق العداله الاقتصاديه الاجتماعيه؟ من خلال عمليه التوزيع العادل للدخول والثروات اللي تدعو الى الشريعه الاسلاميه، يعني هو توزيع عادل للدخول والثروات. مش معناه المساواه التامه بين الناس في الدخول والثروات، او مش معناه ان احنا نزيل الفوارق بين الناس، لا، عايزين نعمل ايه بقى؟ يعني ايه العداله في توزيع الدخول والثروات بالمفهوم الاقتصادي الاسلامي؟ هل نساوي الناس تماما في الدخول والثروات في كل ضرائب؟ ولا هل نلغي الفوارق وبين الطبقات وبعضيها؟ هل نزيل الفوارق تماما؟ ولا معناه العداله؟ ولا معناه ندي فرصه متساويه للناس؟ ايوه، معناه ندي فرصه متساويه للناس وليس تساوي في الدخل والثروه. ومعناه كمان ان احنا مش هنلغي الفوارق، لا، ان معناها تقليل الفوارق، تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات. معناه ان احنا نوفر مستوى معيشه مناسب لكل فرد، حتى الفقير يلاقي حياه كريمه يعيش. واضح يا شباب؟ فهمنا يعني ايه العداله في توزيع الدخول والثروات؟ على اي حال ده كان الهدف الثاني. الهدف الثالث يا شباب تحقيق الاستقرار في قيمه الوحده النقديه، تحقيق الاستقرار في قيمه العمله، تحقيق الاستقرار في قيمه الريال. واضح؟ باعتبار العمله الوطنيه بتاعتكم الريال السعودي. وبناء عليه ده الهدف الايه؟ الثالث اللي هو تحقيق الاستقرار في قيمه الوحده النقديه. ازاي؟ في كلام كتير تقرون للاطلاع كده يعني. نيجي بقى للهدف الرابع اللي هو صفحة يا شباب 61. صفحة 61 يا شباب. الهدف الرابع بيقول ايه؟ تحقيق التخصيص الامثل للفوائد المالية. ازاي برضه؟ تقروا الحاجات اللي تحتيه تطلع عليها. مين الاطلاع؟ الحاجات اللي تحتيها الاطلاع عليها يهمني رؤوس الافلام اللي هي الاهداف الاربعة الاساسية تبقوا عارفينها، والباقي ممكن يكون يعني للاطلاع. نيجي بقى السياسة النقدية مفهومها واهميتها. عايزين نعرف هي ايه السياسة النقدية؟ وليه مفهومها؟ وليه اهميتها؟ احنا في صفحه 61 تحت كده شباب. صفحه 61 تواصلوا معايا واكتبوا اي حاجه توضح ان انتم متابعين. الناس اللي موجوده التسعه اللي موجودين دول معانا على اللقاء الحي يتابعوا معانا، لان احنا خلاص يعني 5 دقايق ونخلص، بحيث ما خلصنا المقرر بتاعنا. والمره الجايه ان شاء الله الاسبوع القادم عندنا لقاءين، هيكونوا لقاءين مراجعه، اللقاء الحادي عشر واللقاء الثاني عشر 11 وال 12 ان شاء الله هيكونوا مراجعه. احنا سهلنا عليكم بفضل الله عز وجل، سهلنا عليكم علشان الاختبارات قربت، وهنلغي من منتصف 63 لغايه نهايه المذكره هيكون ملغي، يعني الخمس مقابلات الاخيره 26 27 28 29 30. السياسه المرضيه على صفحه 61 حاليا يا شباب. السياسه المرضيه مفهومها واهميتها. اول حاجه عايزين نعرف السياسه المرضيه. هي ايه السياسه المرضيه؟ هي اي سياسه يا جماعه؟ سياسه زراعيه، سياسه صحيه، سياسه تعليميه، سياسه مش عارف اقتصاديه. هي بتكون مجموعه من الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بهدف ضبط السيوله في المجتمع، بهدف ضبط عرض النقود، بهدف ضبط كميه الايه؟ النقود في المجتمع. يبقى هي مجموعه من الاجراءات اللي بيتخذها المصرف المركزي او مؤسسه النقد العربي بالنسبه لكم، اللي هو البنك المركزي بالنسبه لكم اسمه مؤسسه النقد العربي. بيتخذ الاجراءات دي ليه؟ علشان يتحكم في عرض النقود، او يعمل عمليه ضبط وتنظيم كميه النقود في المجتمع اللي هي السيوله. عايز يعمل سياسه توسعيه يزود السيوله، ولا يقللها، يعمل سياسه انكماشيه. واضح يا شباب؟ فده تعريف السياسه النقديه، تبقى عارفين، تبقى عارفين. طب هي عايزه تعمل ايه السياسه النقديه بقى كهدف واهميه ليها؟ لتحقيق اهداف المجتمع الاقتصادي طبعا. يعتبر استقرار مستوى العام للاسعار النقد النقديه من اهم اهداف السياسه النقديه والتسعى لتحقيقها. وبناء عليه ان احنا عايزين نعمل استقرار في العمله من خلال السياسه النقديه اللي احنا عرفناها. وطبعا في تكامل ما بين السياسات، سواء سياسات ماليه او سياسات نقديه، في تكامل ما بين السياسات وبعضها. بعد كده عايزين نعرف يا ترى مين المؤسسات القائمه على تنفيذ السياسه النقديه؟ احنا في صفحه 62 يا شباب. صفحه 62 يا شباب. مين هي المؤسسات القائمه على تنفيذ السياسه النقديه؟ من هي المؤسسات القائمه على تنفيذ السياسه النقديه؟ اول حاجه البنك المركزي او المصرف المركزي او مؤسسه النقد العربي بالنسبه لكم. ده البنك المركزي بالنسبه لكم اسمه مؤسسه النقد العربي. في البلدان الثانيه اسمه البنك المركزي المصري، البنك المركزي الفرنسي، البنك المركزي الامريكي. عندكم اسمه ايه بقى؟ البنك المركزي بتاعكم اسمه ايه؟ اسمه مؤسسه النقد العربي. واضح يا شباب؟ هو ده اول جهه مسؤوله عن تنفيذ السياسه النقديه. مين كمان؟ الجهاز المصرفي. والجهاز المصرفي ده مقصود بيه بقى المصارف التجاريه الخاصه والمؤسسات الماليه الخاصه وغيرها من اللي بتشتغل كبنوك تجاريه وغيرها ومصارف تجاريه، هي بتمثل جهاز مصرفي ايضا مسؤول برضه مع البنك المركزي، مسؤولين عن تنفيذ السياسه النقديه. يعني كلهم مع بعض، البنك المركزي والبنوك التجاريه، كل ده مسؤول عن تنفيذ
في السياسة النقدية. النقابي مش معانا، لكن انا عايز الحاجات الرئيسية. مين المؤسسات القائمة على تنفيذ السياسة النقدية؟ المصرف المركزي، الجهاز المصرفي المتمثل في المصارف التجارية الخاصة والمؤسسات المالية الخاصة وغيرها. وبناء عليه. وبالتالي نجد ما في تكامل ما بين اجهزة الدولة المالية النقدية في تحقيق استقرار الاسعار، حتى لا يؤدي ارتفاع الاسعار الى خفض قيمة العوائد النقدية، وما يحصلش تضخم في البلد يعني في ارتفاع اسعار غير طبيعي وغيره. اخر جزئية بنتكلم عليها صفحة 63 يا شباب، رؤوس اقلام ماشي. صفحة 63 يا شباب، واخر جزئية بنقولها اللي هي بقى هناخد بس المقصود بالاستقرار وخلاص على كده. استنى، ما هو المقصود بالاستقرار يا شباب؟ ما هو المقصود بالاستقرار؟ هنتوقف عنده ويبقى دي اخر حاجة المكرر بتاعنا. المقصود بالاستقرار صفحة 63 في المنتصف كده، المقصود بالاستقرار هو الحد من التقلبات في الاسعار في الاجل القصير والطويل بدرجة تقترب من مرحلة تثبيت الاسعار، وذلك حتى تختفي الاسعار التوزيعية السائية وغير العادلة لدخول الثروات، وحتى يعمل الاقتصاد بسلاسة وبسهولة بعيدا عن الدائرات التجارية وغيرها مما هو ملازم للنظام الرأسمالي او التقلبات الاقتصادية الحادة يعني. ده تعريف الاستقرار. وبتعريف الاستقرار بنكون كده خلصنا اللي باقي ده، باقي الحاجات اللي بعد كده من صفحة 63 لغاية بعد الاستقرار ده، ها؟ يعني نقول ملغي، مش هناخده خلاص، مش هسألكم فيه في الاختبار ولا حاجة، تقلق مش. واضح كده يا شباب؟ طبعا الناس اللي موجودة دي يا ريت تبقى تدخلوا على المنتديات وتقولوا اللي من صفحة، أو يعني لأن في مذكرات مختلفة والصفحات بتختلف، قولوا من المحاضرة رقم 26 للآخر ملغي. من المحاضرة رقم 26 إلى المحاضرة رقم 30 أو لآخر المذكرة ملغي. أو تقولوا من المذكرة بتاعتنا اللي موجودة على المنتدى من منتصف صفحة 63 إلى نهاية المذكرة لغاية صفحة 77 ملغي. وأنا بحاول أكتب برضه على المنتدى إن شاء الله بتاع المقرر. يا ريت تكون مبسوطين يا شباب من اللي إحنا عملناه النهارده، إن إحنا خلصنا المقرر بتاعنا وسهلنا، ربنا يسهل على الجميع كده إن شاء الله. سهلنا عليكم عشان تذاكروا وتنتبهوا بقى للاختبارات النهائية قربت. ومعرفش الاختبار بتاعكم عارفين تقول كده الاختبار بتاعكم هيكون امتى ان شاء الله تحديدا؟ تاريخ كام هجري؟ مش عارفين ولا عارفين؟ تاريخ الاختبار النهائي بتاع المقرر بتاعنا هيكون امتى؟ يوم 22 ايه بقى؟ 22 شعبان 22/8 هيوافق يوم ايه؟ هيوافق يوم ايه يا شباب؟ 22/8 ده هيوافق يوم ايه؟ 22 شعبان شهر 8 شعبان هيوافق يوم ايه يعني؟ يوم ايه في الايام يعني؟ 3 2 كده يعني يوم ثلاثاء. على اي حال مفيش مشكلة زي ما انتم عارفين جدولكم، عشان تشد حيلكم. وان شاء الله احنا كده يا شباب خلصنا المقرر بتاعنا، خلصنا المقرر بتاعنا شرح تمام. فاضل لنا القائمين ان شاء الله الاسبوع القادم هيبقوا في نفس المواعيد يوم الاحد ويوم الاربعاء الساعه 8:15، ربنا يسهل البرنامج ما يحصلش فيه اي مشكله. ان شاء الله عز وجل هيبقى فاضل لنا ان احنا نشيل التكييف الذاتي الثالث اللي بعته لكم، كان 10 اسئله اختيار متعدد هنحله مع بعض في بدايه اللقاء القادم، وهنبتدي بقى نراجع في شكل ندربكم ازاي تعمل اسئله في شكل صح غلط او اختيار متعدد، ونقول اسئله كثيره على المقرر نحاول نغطي بيها المقرر كله كده في اسئله تستفيدوا بيها ان شاء الله وتحصلوا علم كويس. وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق كلكم وتحققوا معدلات عاليه باذن الله عز وجل. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده مع المشكله بس اللي حصلت على البرنامج اللي ما كانش داخل من الموقع الرئيسي شيء، وادولنا موقع او ادولنا لينك ورابط بديل، الاداره بتدينا لينك بديل من خلال اللينك البديل دخلنا على الموقع. في اي استفسار يا شباب؟ لان احنا خلاص خلصنا المحاضره وهنقفل، والمفروض كل الناس اللي موجوده من نفسها تطلع بره البرنامج عشان ما يحصلش مشكله في البرنامج ومده التسجيل للقاء تطول وما مشكله، فكل بيخرج ولا ما خرجتش انا بخرجكم من عندي غصب عنكم. على اي حال اتمنى لكم التوفيق، والى ان نلتقي في لقاء حي جديد ان شاء الله يوم الاحد القادم في تمام الساعه 8:15 مساء باذن الله، هيكون لقاء ال 11 واللقاء ال 12 يوم الاربعاء باذن الله. اللقاءين الجايين في الاسبوع الجاي باذن الله الاحد والاربعاء هيكونوا لقاءات مراجعه نهائيه في شكل اسئله تغطي المقرر كله باذن الله، وتتدربوا من خلالها ان انتوا تلاقوا الماده سهله وتذاكروها باسلوب انك ازاي تذاكر
بشكل انك تحط اسئله او تحطي اسئله وتدربي نفسك على ان انت ازاي تصيغ اسئله صح وغلط وكتير متعدد على وانت ماشيه بتذاكري في المقرر وبتسمعي لقاءاتنا الحيه، ونقول تعليمات ونقول كل حاجه كده ونصايح عشان الاختبار ان شاء الله ربنا يوفقك وتحقق معدلات عاليه، وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اتمنى لكم التوفيق يا شباب، والى ان نلتقي والله يرضى عنكم جميعا يا رب، نتمنى لكم التوفيق والى ان نلتقي في لقاء يوم الاحد القادم، هيكون اللقاء 11 باذن الله ومراجعه اولى. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.